الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. طيب، إلى كتاب البخاري. ما زلنا مع كتاب الجنائز. يعني هو كتاب الجنائز وإن كان فيه بعض الطول، لكن فيه فوائد كثيرة جدا، لأننا سننتهي من كتاب الجنائز يكون كل كتب الصلاة قد انتهت، ودخلنا على كتاب الزكاة، وهذا معناه أننا نفعل ذلك في البخاري. هذا إنجاز عظيم، هذا إنجاز عظيم، الله تعالى يعني أحسن علينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل معك الأخت خديجة؟ أنت ضيعت عليك. شوفي، درس العقيدة هو من الأهمية بمكان. كنا نتكلم عن تأصيل معين عند عقيدة السنة والجماعة في الأخبار والصفات والأسماء والفرق بينهم. وضعت كتاب الفقه، أصول الفقه أو القاعدة الفقهية، كان يمكن يكون فيها بعض يعني ما يفيدك من أن التأصيل العام تروي شيء على التأصيل لا يلغيه، ضيعتيه. وأنا أكره التقاعس وعدم الانتظام. قال: باب الكفن بغير قميص. كتاب البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص. وقال طبعا أتى بحديث أبي نعيم، حدث أبو نعيم، حدث سفيان، سفيان هنا سفيان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن هشام وهشام بن عروة. هشام بن عروة من أصل المحدثين، لكنه كما قلنا تساهل في البصرة فأكثر عن أبيه فأخطأ. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هو من الأفزاز. عروة بن الزبير عالم من علماء المدينة، وهو من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا صواما قواما. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، نفع الله بكم جميعا. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة. ولما يقول ليس فيها قميص ولا عمامة، هنا النفي، هذا الشاهد الذي يعني كان التبويب على إثره. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، حدثنا مسدد. الله أكبر الله أكبر، أنا أتقاحر أو أتحاقر، آسف على اللفظ، أتحاقر جدا أمام هذا. تعالك الله بر بأمك وأحسن الله عليك، ونسأل الله فعلا أن يعود خيرا. اعلمي أن الله تعالى لن يضيع هذا البر أبدا، وسيفتح الله عليك أبواب علم لا تفتح على غيرك بسبب هذه الطاعة، جزاكم الله خير. قال المصنف: لكن أيضا هذا لا ينفي أن تأتي بالدروس وأن تدرسيها وأن تسألي فيها، فقط هذا اللي عندي. قال: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، نعم، الثقة الستة الأمين، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى هنا بن يحيى بن سعيد القطان، من أساطير المحدثين، عن هشام، هو هشام بن عروة كما قلنا، من أصل المحدثين. أيضا حدثني أبي وأبوه هو عروة بن الزبير. قال عن عائشة، عائشة رضي الله عنها أرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال عن عائشة رضي الله عنها أرضاها: هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، أعلم نساء العالمين على الإطلاق. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وهنا أيضا النفي هنا دلالة على الترجمة في هذا الباب. هو المسألة هنا في الحديثين أراد المصنف أن يأتي بها على أن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت أنه باب الكفن بغير قميص كفن النبي، ليس هذا على التأصيل أنه واجب التكفين، أن الكفن لا يضم القميص. فالكفن هنا أراد البخاري أن يقول ليس لازما القميص، ليس لازما القميص، ولكن بعض العلماء نظر إلى هذه المسألة، نظر إلى هذه إلى هذا التبويب وإلى هذا الحديث. قال: أما قول عائشة رضي الله عنها وارضاها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أسباب سحولية من الكرسف إن شاء الله ليس فيها قميص ولا عمامة. هنا ليس فيها قميص ولا عمامة، يقولون هنا النفي، إما نفي النفي الكلي، نفي الوجود، أو نفي المعدود. المعنى أنه نفي الوجود يعني ليس فيها قط قميص ولا عمامة. ثلاث أسباب سحولية من الكرسف، بيض يعني سحولية، والكرسف هو كالقطن يعني، ليس فيها قميص ولا عمامة، نفي الوجود ما في. الثاني قالوا ليس معدودا من الثلاثة أسواب القميص والعمامة، وده معناه أنه لا ينفي وجود القميص والعمامة. ولأن أبا بكر لما قال كان عليه ثوب، هذا الثوب كان جديدا، قال: هذا تذهبون به إلى بيت مال المسلمين، وعندي ثوب خلق ائتوني به فكفنوني فيه. حتى قال بكى عمر الخطاب لما سمع هذا، بكى بكاء شديد جدا، وقال: أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك يا أبا بكر. فقال كفن في ثلاث أسواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فانظر هنا
الأمر على هذا الباب. ففي النفي كما قلنا نفي الوجود، وإما نفي الوجود أيضا لا يثبت عدم جواز التكفين في القميص. وقلنا قبلها بين أن القميص سواء كان طويلا أو قصيرا يصح التكفين فيه، يصح التكفين في القميص سواء كان قصيرا أو كان أو كان أو كان طويلا. لكن هنا الحق أن النفي هنا نفي وجود، النفي هنا من عائشة رضي الله عنها وارضاها نفي وجود، النفي من عائشة نفي وجود، تنفي الوجود، يعني لا يوجد فيها قميص ولا عمامة، لا يوجد فيها قميص ولا عمامة. نعم، فإذا يجوز التكفين في الأثواب دون أن يكون فيها قميص ولا عمامة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية، نعم، بيضاء. نعم. الباب الثاني أيضا قال باب الكفن ولا عمامة، وأشوف ولا عمامة نفس الأمر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك هو النجم كما قال الإمام الشافعي ذكر الحديث فمالك النجم، عن هشام بن عروة وهشام من أصيل المحدثين كما بينا، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وفيها دلالة واضحة جدا على أن هذا التبويب أيضا على بيان أن الكفن لا عمامة فيه، كما قال لا قميص قال لا عمامة، وهذا نفي الوجود، هذا نفي الوجود أنه كفن في 3 أثواب. لكن الكلام هنا هل لا يجوز التكفين في العمامة والقميص؟ هذا خطأ مبين، بل يجوز التكفين في القميص ويجوز التكفين في العمامة. أما رأيتم بأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطيني بقميصك يعني أكفن فيه، عبد الله بن أبي بن سلول، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، كانت مكافأة لأنه كان قد ألبس العباس قميصا فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، ومن جوده وكرمه أنه لا يرد سائلا، هذه الأولى. والثانية بأنه إذا كوفي بشيء يكافئ بما هو خير منه، لذلك كان يقبل الهدية ويثيب عليها بأبي هو وأمي، فأعطاه القميص. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الخلقة بأبي هو وأمي، ربعة لا هو طويل بالباين الباين طولا ولا القصير باين قصرا، فالثوب قد يكون قصيرا عليه فيجوز التكفين بثوب قصير أو طويل، ويجوز أيضا بالعمامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفنا لا بالعمامة ولا بالقميص، دلالة عن هذا والأفضل والأكمل، لأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل في الأمر. الفوائد المستنبطة: الأصل في النفي نفي الوجود إلا أن تدل قرينة على نفي الكمال أو نفي الصحة. نعم، الأصل في نفي الوجود. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي كما مات، كفن غسل كما كأي بشر. ولذلك الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كما قلنا بأن فعل النبي تشريع، فالفعل للنبي تشريع وفيه إقرار الرب الجليل، كما نقول والفعل للنبي تشريع في هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.